I'm
وبعد المشركين بكل فقر وبعد وقاد الخيل شاسبة وساقا فرقا شوكة الفرق الطاغي أرى منهم الخطب الرقاق أغدر الصافن صافنات قد ضرب الأجاج الرواق قاد الشارقات الكبر وحدا ومشى فوق الخيل الاتاق ومن على الأسار يوم بدر وقاد آدم وفادى بعدما شد الوثاق وعن الخلق مكرنة وجودا فلما زاد فاق وتقبل يا محمد عذر عبد يحن إليك ورأشت يا ما حييت ولم أزرك لسحري وعبد السائل يعتاد الإباقة ومليا وسلم من قريب وارتهم وارتهم التراب وله واقع ورقبة مليت جمالا واشبع من جوانبها عناق Thank you.
فما كذبت فما كذبت بعد الظاهرين جيبوا أطلالي وهنا أن يعيد لي طلع الشمس لم يسره ولا شاقني بعد الكذيب كذيب ولا دمع كل منازل رانة ولا كل بيضاء جميع رواك من سمي ليس مثل سميه تحكي عن خويا ما تعرف كما ابكي الوليد ولم اكن جديدا
Abda e cholda de ramta con chobde Vagalza amo an Muhibba e la dana e mella wa annanna ya Wa annanna ya ashfe mi arwajde Be kulli tadawina شمع بنا على أن غرب الدار ليس بنافع Thank you.
استرد بذكرى إن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. مباركا يقول بداد البحر عن كتبه حسرا لك الحمد تعظيما لوجهك قائما يخصك في السراء مني وفي الضراء لك الحمد مغرورا بشكرك دائما لك الحمد في لك الحمد حمدا طيبا أنت له على كل حال يشمل السر والجهر لك الحمد مصورا من بغير نهاية وأنت إلهي ما أحق وما أحرى وقد أحرز الشكر لك الحمد لا يعد لحاصل يحصي الحصى والنبت والرمل والغطرى لك الحمد أضعافا مضاعفة على طائف ما أحلى لدينا لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى لك الحمد أن توفقت حمدا أن توفقتنا له وعلمتنا بحمدك النغم والنذر لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد للطائف والبشرى للطائف والبشرى Let's
لك الحمد حمدا ينسجن فقرا بالغنى اذا حزت يا مولاي بعد الغنى فقرا لك الحمد حمدا ينسجن فقرا بالغنى يا حزت يا مولاي بعد الغنى فقرا الهي تغمدني برحمتك التي Thank you.
heads. تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق. يا العقل مريحنا ذاك ما يرقت له في حق واد فيه من الطلق.
الاوان ما تلاو الردات بليد ولا تلاو بليد القفال ويا العقل نسيت بالبطاح كان ذم الحيوان مراح بات ردانة الشاح هاك هاك تقف وتمتال ليل فيه البرد واحواح ضو خاطي البرق نعسان والرعود علينا ترتاح قد ذاك يقوم دندان زين حس وما فيه بحاح ما يخلي فضر وغفلان بات هذا ومنين صباح زاد فم الصبح الخلجان بان فيهم بل التجراح ظاهر على الرق وعرفان ذاك يكسر فيه الترتاح فيه بل الرش العجلان صباح زاد فم الصبح الخلجان بان فيهم بل التجراح ظاهر على الرق وعرفان ذاك الكسف بيه الترتاح فيه بل الرش العجلان بط بط تنظر تلماح واد صابح قبل رجفان بيه متن السيل اللي راح عم فيه اللقذي شطبان لين شربوا والقد حفلاح كان فيه مغادر ضميان ذوك شربوا شربوا الاسلاح وام صافه وضي وملان جهت الحسيات والبطاح شاربين والعقال كان يا العدل تنزاه بعيد كيف عاد بعيد الصواب ما تلاو الردات بليد لا تلاو بليد القفال إذاعة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية رسالة سلام ونبراس قضية
0.51%. التعليم هو منذ الوهلة الأولى أولى الأولويات في برنامج عملها لتعزز به كفاح الشعب الصحراوي من أجل تحقيق هدفه الأسمى وهو الاستقلال وبناء دولة حرة مزدهرة متطورة تزخر بالمؤهلات العلمية تقدر أهل العلم وتبني بخبرتهم والتزامهم بقضايا مجتمعهم والتزامهم لهذا المجتمع. لقد حققتم نسبة نجاح بلغت 52.51%. كما تحصل المتفوقون منكم على معدلات تفوق 16 و17 درجة، وهو ما يعكس المستوى العلمي العالي الذي تميزتم به خلال دراستكم. وإنني بهذه المناسبة لأتقدم إليكم وإلى الشعب الصحراوي بالتهنئة على هذا النجاح، وإلى عائلتكم الكريمة التي كان لها الدور الهام في إرشادكم ونجاحكم. يشيد الأخ الرئيس بالمجهودات المحترمة التي بذلتها وزارة التربية الجزائرية في تعليم النشأ الصحراوي ومن خلالها إلى الشعب الجزائري الشقيق حكومة وشعبا وعلى رأسهم الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ثورة مليون ونصف مليون من الشهداء. كما أتقدم بالشكر والتحية لوزارة التربية الجزائرية ومن خلالها إلى الجزائر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة على المجهود الخاص والمخلص في احتضان وتدريس الطلبة الصحراويين. إنه موقف تضامني شهم ونبيل يجسد تمسكها بثوابت ثورة الفاتح المغمر العظيمة وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حتى يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء الدولة الصحراوية. يبرز الأخ الرئيس عن المكانة التي يحتلها الطالب الصحراوي في استمرار المسيرة الثورية والنضالية، وهي تكوين وتعليم وتفقه في جميع المجالات، وأن مؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي البطل هي من يحظى بتحية خاصة منها الاحترام والتقدير لأنه رأس الحربة الأساسية. لقد كان للطلبة الصحراويين وما زال وسيبقى الدور الأبرز في انطلاق واستمرارية المسيرة التحررية للشعب الصحراوي، مثلما كان تعليم الأجيال ونحو الأمية وتكوين الإطارات في مختلف المجالات إحدى ركائز المشروع الوطني الاجتماعي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحربية
كهذه لا يمكن إلا أن نتوجه بعبارات التحية والتقدير والتهنئة إلى طلابنا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية بشكل عام، وإلى أولئك الذين تمكنوا من النجاح في شهادة البكالوريا. إنهم طلبة تسلحوا بالإيمان بقضيتهم وانتمائهم الصحراوي، فجعلوا العلم سبيلا للنضال والمقاومة من أجل الحرية والكرامة والتصدي لسياسات التمييز والتهميش والتنكيل الممنهجة ضدهم من طرف المحتل المغربي، وعلى رأسهم مجموعة الصف الطلابي، وكذلك حصول مجموعة من المعتقلين السياسيين أبطال ملحمة بديميزيك على شهادة البكالوريا وهم في غياهب السجون، وتحية لهم ولعزيمتهم ولصبرهم ولتمثيلهم لصمود شعبهم من أجل الحرية والاستقلال. فتحية إلى كافة جماهير الانتفاضة الاستقلال، وهي تخوض فصول المقاومة السلمية الباسلة رغم القمع والحصار، ونحن ندين أشد الإدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي، ونطالب بإطلاق سراح معتقلي قديميزيك والصف الطلابي ويحيى محمد الحافظ عزة ومبارك الداودي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية. ليختتم الأخ الرئيس إبراهيم غالي كلمته أمام الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي ماض أمام العالم والتاريخ بصموده وتحديه الداني للحرية والاستقلال وتجسيد شعار الدولة الصحراوية هي الحل. وبعد الانتهاكات الجسيمة المسجلة ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، تسعى لنقل أساليب العنف والقطرصة إلى المحافل الدولية مثل ما حدث أخيرا في موزمبيق في محاولة يائسة لوقف المد التضامني العالمي مع كفاح الشعب الصحراوي العادل والمس من مكانة الدولة الصحراوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذه المكانة التي أصبحت اليوم حقيقة جهوية وإفريقية ودولية، حقيقة لا رجعة فيها. لكن الشعب الصحراوي بأجياله المتلاحق قد برهن بالملموس بأنه ماض في طريق النصر الحتمي، وبأنه لا شيء سيثنيه عن بلوغ الأهداف النبيلة والمشروعة لثورته ورائدة كفاحه الجبهة
مؤتمر اتحاد الشبيبة الصحراوية مؤتمر الشهيد سيد أحمد محمد مبارك اجتماعها برئاسة رئيس لجنة عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لاتحاد الشبيبة الأخ زين سيد أحمد، وذلك لمناقشة عديد النقاط من بينها الاستماع إلى مقترحات اللائحة القانونية المنظمة للندوات السياسية للمؤتمر وكذا مقترح اللجنة الإعلامية حول شعار المؤتمر، مثل ما يوضح الأخ أبو محمد لمين نائب رئيس اللجنة في هذا التصريح للإذاعة الوطنية. اجتماع يوم أمس كان هو الاجتماع من جملة الاجتماعات اللي تدخل في إطار النظام التفصيلي الاجتماع التحضيري لمؤتمر كأس الاتحاد الساقة الحمراء والذهب مؤتمر الشهيد سيد أحمد محمد مبارك. الاجتماع كان برئاسة الأخ عضو الأمانة الوطنية ورئيس اللجنة الأخ زين محمد سيد أحمد، واللي جدول أعماله كان أساسا الإعلان الرسمي عن اسم الشهيد اللي ينعقد المؤتمر تحت اسمه، وكذلك تقديم مقترحات حول عمل اللجان الفرعية وأساسا اللجنة التقنية، لجنة الإدارة والإثبات العضوية، لجنة الإعلام ولجنة القانون، وكذلك لجنة الخارجية والتشريعات. بعد ذلك تم إجراء كل هذه المقترحات من قبل أعضاء اللجنة، وكل هذا يتناشى مع آمال وتطلعات منتسبي المنظومة الشبانية في مختلف ميادين الفعل الوطني، سواء تعلق الأمر بالأرض المحتلة ولا مخيمات العزة والكرامة والشيمي في المحصول وما إلى ذلك. وبالتالي إنشاء الحدث الوطني بامتياز المتنفس في مؤتمر ولا المؤتمر التاسع لاتحاد شبيبة الساقة الحمراء والذهب، وعلى أن يتم عقد في قادم الأيام العديد من اللقاءات والاجتماعات متعلقة ببرنامج اللجنة التحضيرية للمؤتمر. شرع عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لاتحاد عمالي الساقية الحمراء وادي الذهب الأخ سلام البشير في زيارة ميدانية إلى كافة امتدادات القطاع بالولايات، حيث كانت أولى محطاته بولاية بوجدور محطة مريكلية. في إطار الزيارة التي يقوم بها عضو الأمانة الوطنية الأمين العام لاتحاد عمال الساقية الحمراء وادي الذهب الأخ سلام البشير رفقة بعض الأمناء والمكتب التنفيذي، شرع اليوم بزيارته لولاية بوجدور، الزيارة التي ستدوم يومين على التوالي. اليوم الأول خصص لزيارة بعض المرافق، كانت المحطة الأولى لهم روضة إبراهيم السالم المختار، أين طاف الوفد بها والتقى بالمديرة التي وضعتهم في الصورة الحقيقية للروضة وما تعانيه من مشاكل ونقص. عن زيارة الروضة تقول مديرتها الأخت فاطمة المصطفى في هذا التصريح: عندنا اليوم وفد من العمال بغياب الأمين العام لاتحاد العمال الساقة الحمراء والذهب، رحبوا بهم في روضتنا، والله إلا أعطاونا انطباع زين، شجعونا على شلة عنا قاع إحنا شايفين عنا ما نعدلين شيء، وهم أعطاونا ياسر دفعة كبيرة لنا والطاقم الإداري والمربيات عن المشتغلين، وعن الحمد لله روضتنا زينة. بعد ذلك تنقل الوفد إلى زيارة مدرسة سالم أحمد بارك الله، حيث عاين الأقسام والتقى بطاقم المدرسة ورصد لهم معاناة ومشاكل المدرسة. وفي ثالث محطة الوفد كانت روضة سيد أحمد سالم إبراهيم. بعد ذلك تنقل الوفد إلى محطته الرابعة والتي كانت متوسطة الخليل سيد محمد، أين التقى بمدير المدرسة وطاقمها حيث وضعهم في صورة العمل والتسيير بالمدرسة ما تعانيه المتوسطة من معاناة. وفي خامس محطات الوفد كانت دائرة أقضي التي التقى الوفد بالمجلس الشعبي المحلي للدائرة وتجول بإدارات الدائرة وتلقى شروحات وافية عن التسيير والمشاكل والعراقيل التي تحول دون تجسيد بعض البرامج. بعد ذلك تنقل الوفد إلى المحطة السادسة والتي كانت الإذاعة الجهوية بالولاية إذاعة إمريكلي، والتي التقى الوفد بطاقمها الجهوي أين شرح لهم مدير الإذاعة أهم البرامج وطريقة عمل المحطة ومواقيت عملها. هذا وكانت آخر محطة للوفد زيارة المستشفى الجهوي للولاية أين التقى طاقم المديرية الجهوية للصحة. عن هذه الزيارة يقول الأخ غالي
مجمع التعليم التربوي والتكوين الصحراويين واتحاد الصحفيين والكتاب. الجولة اللي جات باش توقف على مشاكل والعناقيل اللي تعرض لها العامل الصحراوي على مستوى جهوي وعلى مستوى مؤسسات الدولة الصحراوية مثل التعليم والصحة والإعلام والمكاتب المحلية للعمال. هذه الجولة جات مملي أيضا جات بعد المؤتمر الثامن لاتحاد العمال السابق حول من قراراته زيارة العمال والوقوف على حالتهم الاجتماعية ومساعدتهم في حل عناقيل مشاكلهم وعناقيلهم اللي يتعرضوا لها في هذه طيلة هذه السنوات الفايتة. اتحاد العمال جباش يأكد مملي مجديد وقوفه مع العمال ومع منتسبينه ومع المنخرطين اللي يتبعوا له في القطاعات. وقطعا انه زيارتنا لولايه البجور كانت زياره جيده، وقفنا لحاله المؤسسات، وقطعا المؤسسات ماشيه وسايره ولا توجد مشاكل ذكيه كبيره، والمشاكل الموجوده هم اللي باذن الله اتحادنا المالي عمل تحقيقها من ضمن المؤسسات الوطنيه الثانيه اللي من بينهم معها شراكه وتعاون. هذا وسيكون غدا من برنامج الوفد اجتماع جهوي موسع لكافه العمال بالولايه بالنادي الجهوي من اذاعه امريكي للاذاعه الجهويه. أبرزت لجنة عائلة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ديميزيك أن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج المغربية أقدمت فجر السبت 16 سبتمبر 2017 على ترحيل المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ديميزيك وتوزيعهم على عدة سجون مغربية بعد شهرين من صدور الأحكام القاسية في حقهم من طرف ملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية. مبارك الرادية. أكد بيان للجنة العائلات أن عملية الترحيل جاءت بتعليمات وأوامر من ما يسمى بالمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج دون إخبار عائلات وأسر مجموعة ديميزيك بمكان تواجد ودون مراعاة لقساوة ظروفهم المعيشية ومعاناتهم طيلة 7 سنوات منذ متابعتهم أمام المحكمة العسكرية المغربية وخلال التواجد بسجون سلا 1 وسلا 2 وأخيرا سجن العرجات ووصولا للأحكام القاسية والسياسية الصادرة في حقهم دون استنادها بأية أدلة. وحسب ما أفاد به مصدر إعلامي من المناطق المحتلة فإن دولة الاحتلال المغربية قد قامت بتوزيع معتقلي ديميزيك في شكل مجموعات على سجون مختلفة على النحو التالي: السجن المحلي تيفلت الخميسات، حسان الداس، شيخ بنقل، بشير خد، إبراهيم الإسماعيلي، عبد الله التوبالي، محمد خونة بابيت، ومحمد لمين هدي. السجن المركزي بالقنيطرة، محمد البشير، بوتنجيزة، عبد الله باه، الحسين الزاوي، أحمد السباعي، محمد بوريال، وعبد الله الخفاوني. سجن ايت ملول بأقادير، محمد باني، محمد مبارك الفقير، وسيد أحمد المجيد. سجن العرجات بسلا، النعمة الأسفاري وحيدا، المركب السجن عكاشة بالدار البيضاء، عبد الجليل العروسي وحيدا. سجن بوزقارن بقليميم، محمد التهليل وحيدا. وعلى الرغم من مطالبة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ديميزيك في 25 يوليو 2017 الماضي بترحيلهم من الصحراء الغربية المحتلة وتغريبهم من أسرهم وذويهم وفقا لما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة، إلا أن دولة الاحتلال المغربية أصرت على مواصلة الانتقام من مجموعة ديميزيك بعد تفريقها بطريقة تعسفية على عدة سجون في مدن مغربية، إضافة لما تعرض له من سوء معاملة وتعنيف خلال عملية ترحيل فجر يوم السبت 16 سبتمبر 2017. وأعرب بيان العائلات عن تنديده الشديد بما يتعرض له أبناؤها من ظلم وتنكيل ومعاملة لا إنسانية وقاسية من طرف دولة الاحتلال المغربية وأجهزتها المخزنية طيلة سنوات اعتقال التعسفي والسياسي، بدءا بحملة الاعتقالات العشوائية التي طالتهم بالتفكيك الهمجي لمخيم النازحين الصحراويين في منطقة ديميزيك شرق مدينة العيون المحتلة بالصحراء الغربية. وطالب بيان العائلات بضرورة ترحيل المجموعة إلى الصحراء الغربية قصد التغريب من عائلاتهم وذويهم، داعيا المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى إطلاق سراحهم وباقي المعتقلين السياسيين الصحراويين في كافة السجون المغربية. ودعا بيان لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة ديميزيك إلى ضرورة فتح تحقيق دولي محايد فيما تعرض له أبناؤها من تعذيب وضرب وسوء معاملة ومحاسبة كل المتورطين والمسؤولين فيما نتج عن ذلك من تبعات صحية ونفسية.
وتمسكت اللجنة بضرورة إسقاط الأحكام القاسية والجائرة في حق أبنائها لعدم إسنادها على أي أدلة، مع إعادة إجراء خبرة طبية مستقلة ومحايدة تحت إشراف خبراء دوليين ومستقلين للكشف عن كل حالات التعذيب التي كان أبناؤها عرضة لها. نظم المجلس الشعبي الجهوي لولاية العيون اجتماعا موسعا لدراسة عديد القضايا من بينها التحضير لمهرجان الثقافة، وأكد افتتاح الموسم الدراسي لهذه السنة محطة الزملة. وأكثر تفاصيل الدخول الاجتماعي وما يتطلبه من جاهزية وإعداد على كافة الواجهات والأصعدة أساسيا محليا وجهويا، المشاركة بفعالية في الاستحقاقات الوطنية المقبلة وإنجاح محطاتها، والإحاطة بمختلف المستجدات على الساحة الوطنية وتفاعلاتها، محاور من بين أخرى تناولها أعضاء المجلس الشعبي الجهوي لولاية العيون في اجتماعهم الأسبوعي في وقت عكف فيه المجتمعون على خطة الموسم الإعلامي الجديد وأبرز خطواته العريضة وأهدافه. وعن ذلك وضح المدير الجهوي للتجارة الأخ عمر سيدنا: تدارسنا عدة قضايا محلية وجهوية ووطنية حول التحضيرات البرامج في صالح خدمة المواطن. ناقشنا تحضيرات المهرجان الثقافي المقبلين عليه في شهر أكتوبر. ناقشنا قضايا متعلقة بالتسيير، عدة جوانب متعلقة منها بالتسيير اليومي للمواطنين. وكان أعضاء المجلس الشعبي الجهوي قد استعرضوا بالنقاش تقييم برنامج الصيف للشباب والطلبة تجربة وأفاق، ليرفع في تقرير شامل في وقت شكلت المحطات الثقافية المقبلة موعدا للتحضير والجاهزية. من إذاعة الزملة الجهوية نحبها محمود للإذاعة الوطنية. أطلعت الناشطة الحقوقية الصحراوية نحبها الخليفية عدد من المنظمات الحقوقية الدولية بالواقع المرير الذي يعيشه المدنيون الصحراويون في المناطق المحتلة من بلادنا من ممارسات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من طرف أجهزة الاحتلال المغربي. بليل محمد مولود والتقرير التالي. نشدت الناشطة الحقوقية الصحراوية نحبها الخليفية عديد من المنظمات الحقوقية الدولية بالواقع المرير الذي يعيشه المدنيون الصحراويون بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والممارسات والانتهاكات التي يتلقاها من طرف المحتل المغربي. وفي مداخلتها خلال ندوة داخل مجلس حقوق الإنسان لموضوع استعمال الأشخاص كذروع بشرية في النزاعات، أشارت السيدة نحبوها في هذا السياق إلى ما تعرض له الشبان 15 من جولية المصير منذ سنة 2005، وأن للسلطات المغربية شأن في هذا الموضوع ويجب عليها تحمل مسؤوليتها في الكشف عن مصيرهم. كما تطرقت الناطقة باسم لجنة عائلات وأمهات المختطفين إلى القمع الذي تعرضت له عائلاتهم خلال المحاولات التي نظمت بمدينة العيون المحتلة. وأكدت السيدة حبها في ختام مداخلتها على إصرار وتصميم العائلات على مواصلة نضالهم السلمي إلى حين الكشف عن أبنائهم والإفراج عن معتقلين السياسيين الصحراويين القابعين بالسجون المغربية وإعطاء الشعب الصحراوي كافة حقوقه ومن بينها حقه في تقرير المصير. قرر البرلمان الدنماركي يوم الجمعة عقد جلسة مشاورات مفتوحة مع وزير الخارجية الدنماركي يوم 29 سبتمبر الجاري لمناقشة تطورات القضية الوطنية. الشيخ المهدي: وجهت لجنة الخارجية بالبرلمان الدنماركي وجهت دعوة لوزير خارجيتها أندرسن سامويلز للمثول أمامها لمناقشة الإجراءات المناسبة ضد الشركات الدنماركية المتورطة في نقل الفوسفات من الصحراء الغربية. وتطالب لجنة الخارجية بإجراءات وزارية عاجلة ضد الشركة الدنماركية أولترا بولك والتي تورطت في نقل شحنة مسروقة من فوسفات الصحراء الغربية شهر مايو الماضي، وتم حجزها أثناء عبور السفينة قناة بنما في طريقها إلى كندا. وطالبت لجنة الخارجية إلى ضرورة التطبيق الصارم لقرار البرلمان الدنماركي والذي اتخذ بالإجماع شهر جوان 16/2000 والقاضي بمنع الشركات العمومية والقطاع الخاص من الاستثمار في الصحراء الغربية انطلاقا من كونها أراضي تنتظر تصفية الاستعمار. كما عبرت الحكومة الدنماركية
الوقت عن ارتياحها لتبني هذا القرار، خاصة عديد الشركات التي قد تورطت في استغلال ثروات الصحراء الغربية. ويدعو القرار الحكومة إلى منع هذه الشركات الدنماركية المساهمة في نهب واستغلال ثروات الصحراء الغربية. حيث أن البرلمان الدنماركي سيقوم بتقييم مدى تنفيذ القرار الذي اتخذه بالإجماع شهر جوان 16/2000 حول الصحراء الغربية، ويدعو الحكومة إلى تكثيف الجهود لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره والدفاع عن تمكين المنورس من ممارسة مهامها ومراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة. شرع السفير الفنزويلي بالأمم المتحدة في ممارسة مهامه كرئيس للجنة تصفية الاستعمار المعروفة باللجنة الرابعة إلى جانب رئاسته للجنة الرابعة والعشرين، وخلال عضويتها بالمجلس استطاعت فنزويلا النجاح في عقد جلسات طارئة للمجلس لدراسة الملف الصحراوي. أمبارك الرادية وتقرير في الموضوع. لعب الدبلوماسي الفنزويلي منذ تعيينه على رأس بعثة بلاده بالأمم المتحدة دورا متقدما في إعادة القضية الصحراوية إلى الواجهة سواء بمجلس الأمن أو بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وظل يرافع الدبلوماسي المحنك رافائيل راميريف خلال فترة عضوية بلاده الممتدة بين 2015 و2016 بقوة عن القضية الصحراوية، وتصدى في أكثر من مرة للمحاولات التي قادتها فرنسا بالتعاون مع دول داخل مجلس الأمن الدولية للتعتيم حول ما يجري في الصحراء الغربية من انتهاكات وممارسات ضد الصحراويين. هذا وخلال عضويتها بالمجلس استطاعت فنزويلا النجاح في عقد جلسات طارئة للمجلس دراسة الملف الصحراوي، خاصة بعد التطورات التي بدأت بعد الزيارة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة إلى مخيمات لاجئين الصحراويين والأراضي المحررة. وتمكنت فنزويلا التي تترأس لجنة الرابع والعشرين من تجديد التأكيد على تمثيلية جبهة البوليساريو للشعب الصحراوي، هذه الأخيرة التي حضرت جلسة مجلس الأمن التي عقدها مع المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي جواكيم سيسانو. وظلت مشاورات وتنسيق المواقف بين البعثة الفنزويلية ونظيرتها الدبلوماسية. وبلجنة تصفية الاستعمار أحبطت فنزويلا محاولات المغرب تحويل النقاش الجاري حول مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإقحام ممثلين وهميين للشعب الصحراوي خلال النقاش العام حول قضايا تصفية الاستعمار. وفي يونيو 2016 نظمت البعثات الدائمة لفنزويلا ندوة أكاديمية لمناقشة تطورات مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية والأقاليم المستعمرة الأخرى. ووقفت اللجنة الأممية الخاصة بتصفية الاستعمار دقيقة صمت ترحما على الرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز، وحيت على لسان رئيسها السفير فنزويلا ودائم هذا المناضل الكبير الذي كرس حياته للكفاح ضد الاستعمار. وفي مارس 2017 أجرى الرئيس الصحراوي الأخ إبراهيم غالي محادثات مع رافائيل راميريف باعتباره رئيسا للجنة الرابعة والعشرين المعنية بتصفية الاستعمار. وكان اللقاء فرصة لمناقشة التطورات الراهنة للقضية الصحراوية ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وفي أبريل 2017 قدم رئيس اللجنة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار السيد رافائيل راميريف مقترحا يقضي بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى الصحراء الغربية. وأكدت عدة دول خلال الاجتماع دعمها للمقترح الذي من شأنه الوقوف على الوضع ميدانيا ومساعدة الشعب الصحراوي على ممارسة حقه في تقرير المصير. وتصدرت القضية الصحراوية جدول أعمال الاجتماع السنوي للجنة الرابعة والعشرين الذي عقد في مايو 2017 بسانت فينست وجزر غرينلاندين، مما دفع النظام المغربي إلى اللجوء إلى أسلوب البلطجة ضد الوفد الجزائري الذي رافع بقوة عن القضية الصحراوية. في
في إطار الأسبوعية الدولي للتضامن مع الشعوب المستعمرة لسنة 2017 وتحت شعار انتهى وقت الاستعمار، نظمت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار شهر يوليو الماضي بمقر الأمم المتحدة معرضا للصور الفوتوغرافية للتعريف بالمستعمرات المسجلة لديها، وخصصت اللجنة جزءا هاما من معرضها للقضية الصحراوية عنونته بإفريقيا الصحراء الغربية، مدعومة بصور كبيرة للفنانة الصحراوية والعالمية عزيزة إبراهيم. وشمل الجناح عرضا عن الاستعمار بالصحراء الغربية وتاريخ تبني الأمم المتحدة للقضية كقضية تصفية استعمار انطلاقا من البند 73 من ميثاق الأمم المتحدة وتاريخ انسحاب إسبانيا وتحول الاستعمار من إسباني إلى مغربي في 26 فبراير 1976، وكذا القرار 34-37 لسنة 79-900 الذي حضر المستمعين باللغة العربية. Thank you.
جميع العائلة كبارا وصغارا وإلى الشعب الصحراوي المكافح أينما كان.
حسب نباط مارق بين المرثب والباط وقت جات الدولة وانصات الجيل وقلت الأمية ما قام من الكذية العياط قمنا بالنضال حمية وعدنا بالدولة الصراط مسقف شور الحرية ولا رينا في الصراط اقلاط مساوينا في التضحية زند في زند وزعمة وانباط في الواجب الوطني غير اليوم في لدر تخلاط في الدولة والقبلية قايل لك لعدة تنشاط بالقبلية وصية كونك في الدولة ما عيمين وانتفايك بالكلية بالقبلية وانقر بين الدولة والقبلية بالقبلية خرص كم فات من الشعوب وهدم وخرص كم مفطر من الأمم بالقبلية من فيا وخرص كم السيل من الدم في الحروب القبلية وفهم لعدت اللي تفهم وش عندك العقلية خليك في شعبك منظم في الجبهة والجمهورية ناضل مستقم متحزم متقدم للمسؤولية ولعدت اللي مسمم خلي عنك لدمية بالوطنية رفدة هم مصير الشعب وقضية كم مستشهد كم ويتم كم يحانيه من ولية لكن جي انت تتقدم مقيد بالقبلية شمل الشعب اللي فات التم تردوا للجاهلية والجهاد اللي فيه نعم شعبك في طار الشرعية تلفيه تميز والذم فشي فيه الناس حمية فيه قبيل عطيت قسم وردك مازالت مغزية وصية لعد تتخمم اسمعها مني ذي هي كونك في الدولة ما هي مين لعد بعقلك ما تحتاج تليت وصي كرقاج وتعس من تراضي مماج الفتنة بالقبلية تنهال وتشيان وتعواج والشعب في دولة عصرية دفات وفيام الأجلاج من دم أولاد ومبنية عزم وعهد ودرجة وانتاج وزين تاريخ وشخصية تمشي عن ذو تولي عاج بالقبلية حسبية ولعدت الدور الفراج اللي ما فيه محالية كونك في الدولة ما هي مين وانتفاك بالكلية بالقبلية وانقر بين الدولة والقبلية محدك في الدولة تجبر شعبك والنضال منور محدك في الدولة تجبر شعبك والنضال منور تمشي عن ذو تشوهد كرفه بحمار القبلية وتسلي مسداك من ظهر الأمية والجاهلية وتمرق الأصباع من مصر وحدتنا بالعنصرية شايلتك كل نهار الضر اللي هي ما هي مسمية في الشعب غير الشعب أكبر مكانة وأكبر عقلية متقاني في الوحدة وكسر العداي بدولة قوية مجد الشعب اللي ما نجبر بقبيلة يسوى من هي نجبر بالمعارك وبحر النضال بالتضحية شفت الشعب بالأمجاد فخر وفخر بطريق الحرية أمال المصير وقرر بالراية والبندقية كونك في الدولة ما هي مين وانتفايك بالكلية بالقبلية وانقر بين الدولة والقبلية وموضوع هذا العدد من برنامج المغرب من الداخل والذي
كاتب أصلا مقال في الحقيقة مقال مفيد، المغرب مفاعل لتخصيب الإرهاب في جلباب الشريك المميز بالنسبة لأوروبا. إذن في البداية يعني لو تطلع المستمعين الكرام على كبداية يعني تعريف الجماعات المسلحة اللي تشكل الإرهاب في المنطقة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنت علمت والله عنوان الحصة أصلا كان المغرب من الداخل. نحن الآن سنتطرق إلى المغرب من الداخل، لكن تأثير المغرب على المنطقة ككل هو صناعة داخلية أو تخطيط مخابرات داخلي، لكنه تأثير ذو أبعاد إقليمية ودولية. إذن المغرب من الداخل وتأثيراته على العلاقات الخارجية بين الدول الإقليمية والدولية. أكيد الآن الخلايا الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء هي خلايا كثيرة. أولا كانت هذه الخلايا قبل إعلان دولة خلافة الدولة الإسلامية في العراق والشام وما يسمى بين قوسين بداعش، كانت هذه جل هذه الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة مبايعة لتنظيم القاعدة، ما يسمى القاعدة، وتحت مسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. في أيضا توحيد الجهاد. نعم، هي مقسمة على مجموعة من 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 الجماعات والخلايا، كجماعة توحيد الجهاد التي أغلبها ينشط بشمال مالي، وأنصار الشريعة التي تم حلها في مارس الفايت تنشط في ليبيا أكثر شيء، وهذه اللي قامت بسلسلة من اعتداءات وتفجيرات على تونس، تفجير باردو وكذلك تفجير درنة، وهذه اللي كانت على تماس مباشر بالخلايات الإرهابية اللي هي أنصار الشريعة في ليبيا. كذلك مجموعة من الخلايا اللي بعد إعلان أبو بكر البغدادي عن الدولة الإسلامية في العراق والشام وسمى بداعش، انشقت بعض الجماعات عن مبايعة تنظيم القاعدة ومبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وكان من أكبر هذه الجماعات هو جماعة بوكو حرام اللي تنشط في نيجيريا، وحلف المرابطين اللي ينشط كذلك في شمال مالي اللي كان يبايع تنظيم القاعدة وعنده علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمخابرات المغربية اللي نفذ، كان عناصره هي اللي خطت ونفذت عملية فندق شمال مالي. نعم، إذن في هذا مقدمة عن دور المغرب في تمويل. مقدمة، اسمح لي قليلا أن أجيز بعض المعلومات عن المقال التي تفضلت بالتطرق إليه سابقا. هو المغرب مفاعل لتخصيب الإرهاب في جلباب الشريك المميز، وهذا المقال هو من ضمن سلسلة المقالات تطرق إليها بعض الإخوة الذين مهتمين بالشؤون والعمليات الإرهابية بعد تفجير أو عملية ديس اللي حدثت في برشلونة منذ أقل من شهر. هذه العملية بعد ما تبين أن 12 فرد متورط فيها من جنسية مغربية كلهم مغربي، وكذلك بقيادة إمام مغربي هو اللي أشرف على قصيد دماغ هؤلاء المنفذين للعمليات الانتحارية. جاء هذا المقال اللي يوضح بشكل شبه أكاديمي وبموضوعية شنو علاقة المغرب باعتداءات اللي تحدث في القارة الأوروبية. هو لابس جلباب الشريك، لابس جلباب الشريك المميز، هو معروف أنه هو أكثر حد عنده تعاون في العلاقات المغاربية، هو أكثر حد حقق مكانة متقدمة على حساب قلنا القوانين الأسرية ومجموعة من الاتفاقات اللي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي بشروط طبعا الاتحاد الأوروبي، وذعن لها المغرب باش يعطي لنفسه يبيع الصورة على أنه شريك أوروبا المميز، بينما هو في الحقيقة يبتز أوروبا بثلاثة أوراق أمنية مهمة هي الهجرة غير الشرعية والمخدرات والإرهاب. تفضل أعطينا
أكيد، لأنه قلنا عنه المغرب لنحقق هذه المكانة عاد في الحوارات الأورو مغاربية أو الأورو مغربية بالضبط، عاد يستخدم بين العصر والجزرة. الجزرة هي تفعيل اتفاقات الأسرة والحريات بين قوسين والضمان الاجتماعي إلى آخره، هي لا صورة. أما الحد يشوف المغرب من الداخل، يشوف الفقر، يشوف البوس، يشوف طبيعة الحال. هذا البرنامج انسلط عاد في عدد من الحلقات، ثم كنت طرقته في عدد من الحلقات السابقة. منين قاست هذا من القوانين الحريات والديمقراطيات والأسرة إلى ذهبت كل هذه الاتفاقات، بينما هو في الحقيقة أصبح يبتز الدول الأوروبية بهذه الأوراق الثلاثة، ومن ضمنها ورقة الإرهاب. أهم دلالة أو فرضية تثبت تورط المغرب في الإرهاب في أوروبا، أولا نسردوها من هجمات مدريد 2004 التي راح ضحيتها 191 شخص وإصابة أكثر من 17750 شخص، درع في تنفيذها 7 أشخاص من أصول مغربية. وفي هذه الآونة الأخيرة اللي خلقت عملية تبدأ في برشلونة، أرجع صحفي إسباني وأذكر على أن المغرب هو المتورط الرئيس في العمليات الإرهابية اللي تحدث في الدول الأوروبية، وجاب حقائق أو فرضيات تعزز هذه المغولة. ينقالوا خيمينيس دي لو سانتوس، واتهم المغرب بالغفران تغييرات مدريد هذه. هو ايش قال؟ هو صاحب هذا الصحفي يدير إذاعة وجريدة رقمية ليبرتاد دي ختال، وقال في توجيه اتهام المغرب على أن لا أعرف، قال بين قوسين هذا كلام منقول حرفيا، لا أعرف من نفذ التفجيرات، لكن أعرف أن الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي منع التحقيق. أنا أعتقد أن المخابرات المغربية هي التي نفذت التفجير، وبدعم من الدولة العميقة في إسبانيا. الأولى نفذت التفجير بقطارات، والثانية تستلت وأخفت الدلائل. ومن ضمن الأدلة التي يستعرضها في تأكيد هذه المزاعم قوله بأن التفجيرات كانت عملية انتقام من هزيمة المغرب في جزيرة طور صيف 2012. معروف خلاف اللي حدث بين إسبانيا والمغرب على هذه الجزيرة في 2012. كذلك هناك بعض من القرائن والدلائل اللي تثبت أن تورط المغرب هو اللي خلينا نجيبوا الهجمات ونجيبوا وصول منفذي الهجمات. تفضل. مثلا كذلك قلنا هجمات مدريد نفذها 7 أشخاص من أصول مغربية، وهجمات باريس في نوفمبر 2015 التي أودت بحياة 129 شخص وإصابة 350 آخرين كان العقل المدبر لها من أصل مغربي، وهو صلاح البتاكلون وهو صلاح عبد السلام. وكذلك بعض مساعديه انحدروا كذلك من نفس الأصول اللي هي المغربية. كذلك سلسلة تفجيرات بروكسل التي راح ضحيتها أكثر من 30 شخص وجرح العشرات حدثت بعد يوم من اعتقال صلاح عبد السلام هذا، ثم إلقاء القبض عليه في حي مولمبيك بضواحي العاصمة البلجيكية. وهذا الحي معروف على أن أكثر حي تقطن الجالية المغربية وذو نشاط مكثف المخابرات المغربية. كذلك هو أبرز دليل كذلك هو زعم مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب عبد الحق خيام أن بلاده أبلغت السلطات الفرنسية والبلجيكية عن منفذي هجمات باريس التي شهدها مسرح باتاكلان، وعلاقة المتهمين بخلية موجودة في حي مولمبيك في ضواحي العاصمة البلجيكية بروكسل. وهنا نجو بين قوسين الصحراء يقولوا اللي ما هو سارق ما تخلعوا القصاصة، واللي ما فكرش في الحشيش ما يخاف من النار. أنت كيفاش بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي وفي قلب أوروبا تخترم أنت مخابرات مغربية تسكن في دولة في شمال أفريقيا، تخترم بعمليات إرهابية ما عرفوها أنت تعلمهم بها سبب كذا، وهم تطرح أكثر ما علامة استفهام. كيف يعني كيف علمت المخابرات المغربية عن منفذي الهجمات؟ لا، هي نفذ هذه الهجمات وأعطتهم معلومات سبب كذا. هون ملي قلنا تفجيرات برشلونة أو
في برشلونة التي أسفرت عن قتل 13 شخص وأصيب أكثر من 90 شخص في شارع لاس رامبلاس السياحي الشهير، ونفذ الهجوم 12 شخص كما أسلفنا من وصول مغربي يتزعم إمام مسجد برشلونة. وهذا أكبر دليل على تورط المخابرات المغربية، والله حتى إذا كان أغلب ذو الأصول المغربية عاشوا في الدول الأوروبية وتلقوا الثقافة الأوروبية، لكن التعاليم اللي توصلت لهم جابها لهم هذا الإمام اللي كان يقريهم أجراهم عملية غسطاسية. وهذه ما هي أول مرة تقوم المخابرات المغربية بوضع أئمة مساجد في الدول الأوروبية من أجل غسيل أدمغة الشباب المهاجر أو الشباب العربي المسلم هناك من أجل إجراء بعض العمليات الإرهابية. كان كشفت عادة دهش داس عملية داس اللي حدثت في برشلونة، كشفت صحيفة أوكي دياريو الإسبانية على خلفية هذه الاعتداءات أنه عن مخطط لرئيس إقليم كاتالونيا يقضي بمنع المغرب بالوصايا على المؤسسة الدينية في المساجد عن طريق إنشاء قسم كان قد ترأسه المدعو نور الدين زياني الذي تم طرده في سنة 2013 بعدما كشفت الشرطة الإسبانية بأنه عميل للمخابرات المغربية. وليست هذه الحالة الوحيدة التي ينكشف فيها عمالة أئمة أوروبا للأجهزة الأمنية المغربية، فالمدعو محمد الفيزازي وهو المعروف بأفكاره المتطرفة كان خطيب في المساجد الإيطالية والألمانية وقد دعا من على هذه المنابر لأعمال عنف وأفتى لتلامذته هناك بجواز سرقة نهب الأوروبيين في عقر ديارهم، وكذلك جاز وأفتى بجواز الاعتداء على الأوروبيين في عقر ديارهم بما أنهم كما قال كفار ويناصبون العداء المسلمين. وموجودة أشرته على اليوتيوب، موجودة هذه الفتاوى على اليوتيوب وكيف كان يلقن، وهو لا يلقن وكان يغسل أدمغة الشباب الأوروبي هناك مباشرة. هناك فرضية أو حجة تدعم فرضية ضلوع المغرب في الإرهاب الأوروبي، هو تفكيك الخلايا الإرهابية، وكيف قلنا عنه ما في أعظامها ما يراد يقول الصحراويين. هذه هو تفكيك الخلايا الإرهابية، وهي عادة دابت الأجهزة الأمنية المغربية على فبركتها كنوع من استعراض العضلات وإبراز مفاتن القوى المخابراتية، وهي رسائل كذلك مبطنة من الحكومة المغربية للاتحاد الأوروبي مفادها أنها تعمل جاهدة على كبح جماحها للإرهاب الغادم من جنوب الضفة، وبأن لديها الحل السحري الاستباقي للضربات الإرهابية التي أرقت المدن الأوروبية الكبرى. غير معقول أنه يتم بين فترة 2003 و2006 تفكيك أزيد من 150 خلية إرهابية، 32 منها كانت ما بين 2013 فقط 2016، وهذا الرقم الهائل يطرح أكثر من علامة استفهام ويعزز فرضية الابتزاز هذه. كيفاش أنت المغرب وحده هو اللي فكر الخلية الإرهابية؟ 150 في 13 سنة و32 منها اللي بين 2013 و2016. هم ماذا يسعى المغرب من وراء تفكيك هذا العدد الهائل من الخلايا الإرهابية والإعلان عنه في تواقيت معين؟ فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود إليك. Thank you.
الحظ على أرض الواقع. العمليات اللي حدثت في تونس وكشفتها وثائق مسربة انفردت الشروق ونشرها وعادت قناة تونسنا كذلك الخوض فيها ونشرها هي ثلاث وثائق تم تضمينها بشهادات مفزعة ضابط المخابرات المغربي هشام بوشتي المنشق عن أجهزة المخابرات المغربية واللاجئ البروكسي والذي تحول إليه فريق برنامج تونس المحاورة هناك اكشف تورط المغرب فيما يحدث في تونس من عمليات إرهابية. وفق هذا الوثائق المرفقة هي ثلاث وثائق صادرة بتاريخ يوم 11 مارس 2015 و13 مارس 2015 و29 أبريل 2015 والتي تحمل الختم الملكي وصادرة على المسؤول عن قسم التبليغ المراقب بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وزارة الداخلية المغربية. قال عن هناك برنامج تم تحديده بخطة مضبوطة تحت تسمية مهمة التوتر الدائم بتونس. وفي الوثيقة الحاملة لخلاصة التقرير الصادر بتاريخ 8 مارس 2015 عقدت اجتماعات سرية بمدينة الصخرات المغربية بحضور كل من ياسين المنصوري مدير عام مديرية الدراسات وحفظ المستندات وصالح المخزوب وعبد المجيد غيث النصر وهذا الاثنين التاليين ليبيين. وتم الاتفاق على تسهيل عملية تهريب السلاح عبر الحدود الليبية لتونس تحت صفقة تحمل رقم ترقيم TH01-4875 والتزم فيها الجانب العسكري الليبي في شخص ضباطها الذين حضروا اجتماع التنسيق مع عملاء المغرب لتنفيذ ما سمي مهمة التوتر بتونس. هذا في الوثيقة هذه في الوثيقة. جاءت الوثيقة الثانية صادرة بتاريخ 13 مارس عنوانها الإشعار بالقيام بمهمة تحت عدد 241 تاميم. تم فيها اختار مستشار الملك للشؤون الأمنية بأنه تم تحديد ساعة الصفر لتنفيذ مهمة التوتر الدائم عدد 1 على التراب التونسي بتاريخ يوم 6 مارس 2015 وأضاف أنه جرى لقاء جمع عملائهم في أنصار الشريعة وهذا كما أسلفنا أنصار الشريعة اللي انحلت في مارس الماضي كانت لها علاقة شبه مباشرة أجهزة المخابرات المغربية. قلنا عنه أضاف أنه جرى لقاء جمع عملائهم في أنصار الشريعة خالد الشايب بمدينة زليطنة الليبية حيث تم دراسة خطة التنفيذ من أجل القيام بعمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية تونسية ولكن بتاريخ يوم 14 مارس الماضي أو بتاريخ يوم 14/2015 جرى تغيير استعجالي في خطة التنفيذ بعدما تلقت المصالح المختصة إخبارية عامة من جهاز التجسس الخارجي. جاءت الوثيقة الثانية بتاريخ يوم 15 مارس 2015 جرى غاز استعجالي مع خالد الشاي مدينة بنقردان حيث تم اختاره بتغيير الخطة مع التعليمات الاستعجالية اللي تفيد استهداف مجلس النواب التونسي والمتحف الوطني بباردو وهكذا تم استهداف متحف باردو في منتصف نهار 18 مارس 2015 عبر إرهابيين اثنين مخلفة العملية مقتل 22 شخص وإصابة 45 آخرين. وفي المراسلة الثالثة الصادرة بتاريخ 29 أبريل 2015 الموجهة إلى نفس المستشار رفع تقرير يتعلق بالإشراف على التدريبات لمعسكر أنصار الشريعة للتراب الليبي بتنسيق مع عملاء المديرية العامة طبقا لعملية التوتر الدائم واحدة التي ذكرناها واللي تقتضي تدريب مجموعة 48 من أنصار الشريعة عسكريا. وأشار ذات التقرير إلى أن تقريرا سابقا بتاريخ يوم 10 أبريل 2015 أورد أن المجموعة سالفة الذكر على استعداد تنفيذ المهمة. وفق الموارد فإن مصلحة تنفيذ العمليات بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي تقترح تنفيذ مهمة عدد 749 تاميم التوتر الدائم واحد بسوسة في شهر جوان 2015 تحت مسمى استهداف السياح والفنادق والأماكن السياحية وبالفعل تم استخدام مسمى يوسف رزقي في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي خلف 29 مقتل 29 سائح غربي وحوالي 40 جريح وفق الإحصائيات الرسمية. أكد صاحب الشهادات الموثقة في البرنامج اللي هو الضابط المنشق عن المخابرات المغربية هشام بوشتي أن الوثائق الجديدة هي نسخة طبق الأصل لوثائق موجودة في أرشيف مصلحة مراقبة الإقليم المغربي.
إسبانيا. إسبانيا كانت هي القوة الإدارية في الصحراء الغربية وما زالت قانونيا ما زالت فعليا ما زالت غير شنو مشكلة عن بداية الصحراء ما عندها قوة مديرة وزعربية جمامية يحول المسؤولية إلى المنظمة الدولية يحول المسؤولية إلى الأمم المتحدة لكن نرجع للخيمة ما موازير قوة في الأمم المتحدة موازير قوة في أروقة الأمم المتحدة هذا هو بلد منين السياسة تبتعد عن القانون والدول العظمى تفرض مواقفها على الأمين العام وعلى مجلس الأمن وتصدر هذه القرارات المقيمة حد مين يعني دائما في سياق مجال حقوق الإنسان الصحراء الغربية يعني عندما تقول لا توجد هنالك يعني قوة تدير الإقليم ولكن الأمم المتحدة موجودة على الأرض موجودة في الإقليم هناك قوات خاصة بالأمم المتحدة تراقب وترصد حقوق الإنسان وتراقب الانتهاكات اليومية الصادرة هنالك انتهاك سواء كان انتهاك البحر أو الأرض لكن يعني دون كلام ودون رقيب وحسيب وجود دبعات أممية لكن البعثة الأممية مبتورة من مهام الأساسية من نشوتها من نهارها قالت بنرسو مبتور منها وضبط ما كلفوها مراقبة حقوق الإنسان هذا في مسألة قائمة وبنرسو ما بيد تتصرف بطريقة مختلفة عن القانون اللي أسسها والقانون اللي أسسها ما منحها صلاحية مراقبة حقوق الإنسان. إذن حد مين يعني هذه إشكالية حقيقة قانونية موجودة ومطروحة أنتم تدافعون عليها بشراسة هل تعيب علينا نحن كمحامين على الأقل موجودين هنا بمخيمات الهزة والكرامة بالمناطق المحتلة هل أنتم كذلك ما زلتم تشعرون على الأقل بأنه علينا بمزيد من العمل في هذا المجال وعلينا مزيد من رصد حق انتهاك حقوق الإنسان سواء كان بالكاميرا بالتصوير بأي شيء لإظهار العالم بأنه نحن منتهك حقوقنا كامل لأنه انتهاك حقوق الإنسان موجود حتى في المناطق المحررة هناك يعني حزام يحتوي على أكثر من 10 ملايين لقم خاص بالأفراد أو بالمواشي أو بالآليات أفراد يعني أرقام كبيرة هناك العقود هناك أشخاص يوميا يتعرضوا للإعاقة يتعرضوا للقتل هناك يعني استنزاف للأرض سواء كانت أرض صالحة للزراعة هي أشكال موجودة كبيرة من انتهاك حقوق الإنسان هل اليوم علينا نحن كحقوقيين ماذا تنصحنا نحن كمحامين وكحقوقيين وكناس عادية يعني أنا فقط أصطحت لك سؤال ولكن هل نحن اليوم علينا مزيد من العمل لأنه اليوم معركة الأسلحة متوقفة موجودة فقط معركة دبلوماسية المجتمع المدني الصحراوي في الدولة الصحراوية لازم تنظم لازم تكون جمعيات تعمل في ميدان حقوق تنشط في ميدان حقوق الإنسان وهذا الكلام الجدار والقنابل والخطر على البشر وعلى الماشيين كامل يعتبر انتهاك حقوق الإنسان كانت عندنا جمعيات هون تنشط الموضوع وتقدم تقارير للأمم المتحدة وتقدم تقارير للجنيف ونفرض للجنيف تعود حاضرة وتجي وتتعامل معانا كانت تنشط حقوق الإنسان هذا هو المطلوب من المجتمع المدني الصحراوي تكثيف الجهود تكثيف الجمعيات لتنشط في ميدان حقوق الإنسان وما هو إلا موضوع الجدار والقنابل والخطر على الإنسان وعلى الحيوان حتى ما يحدث في الولايات يعني قساوة المعاش عندنا في دوائرنا وفي بلدياتنا وفي ولاياتنا هذاك يرجع إلى عدم تمكين الشعب الصحراوي من حقه في مصير وهذا انتهاك لحقوق الإنسان الأولية ممكن حتى هو يوصل لميكانيزمات جنيف ممكن يوصل للهيئات الأممية لو كانت هناك جمعيات صحراوية تنشط موضوع حقوق الإنسان المجتمع المدني يحتفظ الموضوع إذن يعني بشكل آخر أنت تريد أن تقول بأنه الدعم المادي والدعم الغذائي هذا وحده لا يكفي هذا فقط تجميل يعني ومساحيق يعني في الحقيقة يعني تستر على ما يحدث من انتهاك حقوق الإنسان تماما لكن أثير انتباهك على أنه يوم 27 فبراير 76 الصحراويين
إسبانية نحن عاو بكري وعاو مواطنين دولة ذات سيادية للدولة الصحراوية. الصحراويين بدلاً عن ننشو بلدان حسن قصر بدلاً عن ننشو فراطا شرط البلدان المجاورة نطالبوا بحق لاجئ، حق الصحة، حق التعليم لأولادنا كلها على حساب راسه، مالي، شاب، نيجر، ليبيا، الجزائر، موريتانيا. بدلاً عن ذلك أهل الصحراء تقناو خيمة واحدة وبناو دولة وهي بدأوا يحطوا شعادته لهم وضمنت لهم حق المنزية شيء ما بعد عنده في التاريخ بعد عنده شيء الجنسية الصحراوية. وصحنا بدلاً عن نمشوا كلاجئين نمشوا كمعطينين بلد مجاور عند بلدان مجاورة ونقيسوا موريتانيا عن بطاقة الدولة الصحراوية ونقي صومالي وعندنا بطاقة تعريف الدولة كمواطن الدولة الصحراوية ومانك لاجي وبدأ ما يعتبروك لا في ليبيا لا في مالي لا في موريتانيا لا في تشاد جميع البلدان المجاورة يعتبروك مواطن بلد مجاور. هذه تفضل الشعب الصحراوي كامل تتقال وقال بدأ من العدو لاجين عند بلدان مجاورة يبنوا خيمة واحدة يبنوا خفالها وطابلنا لنا كاملين ما وقت عن حد ربنا لنا كاملين حقوقنا بصورة أفضل وأجود من ذيك اللي كان تدعد عنه وكان كل يوم شاد حساب راسه شعور مالي شعور تشاد شعور موريتانيا شعور جزائر شعور كذا وكذا. الآن أخ حدامين يعني أنت تعرف واقع المخيمات وواقع المناطق المحتلة المناطق المحررة الشباب المهجر الجميع بات لا يطيق هذه وضعية الانتظار الطويلة التي يتمادى فيها الاحتلال المغربي والدول العظمى المساندة له يعني وفي الحقيقة والكثير من المحللين الاستراتيجيين يعني يحذر من انفلات الأوضاع الموجودة بالساحة الغربية وعني بالأوضاع هو العودة لحمل الكفاح المسلح لاسترجاع الأرض. ألا يعني في حال في هذه الحالة بالضبط يعني ألا يتحمل العالم جزء من المسؤولية يعني تستره وسكوته على ما يحدث من انتهاك منذ 48 سنة لحقوق الإنسان؟ تماما المنتظم الدولي عنده كامل المسؤولية شطول السرع 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 شطول الملف وهذا ما يترتب عنه هو انفجار الأوضاع حقيقة في الصحراء الغربية مقارب ممكن على أنه طول الملف يفتح طول الزمن بدون ما يتفجر. هذا هو الخطر شكل يعني طول الملف يشكل خطر حقيقي أمام المنتظم الدولي أما يتفتشره ويحلوه بطريقة سلمية قانونية تضمن الشعب الصحراوي حق تغيير المصير وإنما سيكون هناك انفجار في المنطقة رجوع إلى المناوشات العسكرية وهذا الأمر لم يستبعد ولا ننسى لأنه من يملك الحق في الدفاع عن نفسه هو الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي هو السيد هو صاحب القرار وما يجد حد يجي دونه. النهار يقول الشعب الصحراوي الأخبار فات خارج الليل لكن النهار خارج الحرب والمنتظم الدولي يتحمل مسؤوليته الكامل. هل اليوم أنتم يعني كمحامين دبلوماسيين تضعوا يعني الأصدقاء الذين تتحدثون معهم ويعني والذين يسمعوكم في جنيف وفي أروقة أخرى يعني يسمعون هذه اللوقة لوقة بأنه الأوضاع قد تخرج عن السيطرة وبأنه الأوضاع بعتت يعني في مرمى حجر صح التعبير؟ لا هاي البلدان اللي تكلموا معاها هو الفكرة على أنهم صمتهم وتماشيهم مع انتهاكهم والإنصاف الصحراء الغربية يتحملوا مسؤوليته يوم يخلق انفجار من الوضعية هناك في الصحراء الغربية وترجع المناوشات العسكرية. هذاك مسؤولية صمتكم اليوم ربما يوديكم غدا إلى وضعية لا تمدعوا بها في الصحراء الغربية. هذا هو حديث مع جميع الفاعلين الدوليين اللي تلقوا معهم وتجاوروا معهم مسؤولية ترجع لكم انتم اللي قاعد 40 سنة للشعب السكني دي انتم تعانون على الأوضاع إلى يوم غدا إلى فراشي تحملوا مسؤولياتكم كاملة وانتم القالوا أخبر بالمحلفية. هل تستبشرون خير يعني على الأقل في المستقبل القريب بأنه قد تفتح صفحة جديدة من المعركة القوية فيما يخص مجال حقوق الإنسان؟ وعندما نتحدث عن حقوق الإنسان في العيش والتنقل في التمتع بالخيرات والآخرين
الشيء هو الانتهاك والإيقاع حقوق الإنسان. ما دام الشعب الصحراوي ما تمكن من ممارسة حق تقرير بسيط لا حديث عن تحسين وضع حقوق الإنسان. لا حد من الأمم المتحدة عاجز عن تطبيق هذا المبدأ إلى يومنا هذا؟ إلى يومنا هذا عاجز عن تحقيق مبدأ تقرير المصير بالنسبة للصحراوي. لأن الأمم المتحدة تخضع حتى هي إلى موازين القوة. الأمم المتحدة لا تمتلك إرادة. الأمم المتحدة ليس بلد غوي مثل أمريكا أو الاتحاد السوفيتي وبطل روسيا أو الصين. الأمم المتحدة منظمة ضعيفة. دول البلدان الكبرى هي تفرض رأيها على الأمم المتحدة. إذن لم يتبقى الصحراويين لتقرير مصيرهم بأيديهم. قلت لك عن من يمتلك الكلمة الأخيرة الشعب الصحراوي حق الدفاع عن النفس. هل يعتبر يعني مبدأ من مبادئ الأمم المتحدة بأن الدفاع عن النفس وبالتالي هو مكفول للصحراويين هذا المبدأ؟ حتى بأسلوب عسكرية هذه قوانين دولية. الدفاع عن النفس حتى بأسلوب حتى بالسلاح تكفل قوانين دولية. ممتاز. حتى العودة للكفاح المسلح مكفولة بالنسبة للصحراويين. الكفاح المسلح مكفولة بالمواثيق الدولية. هذه بشرى في الحقيقة. لأن نحن ضحية غزو، ضحية احتلال. خاصة عندما يكون العالم بأسره لا يعترف للمغرب بسيادته على الصحراء الغربية. وبالتالي أصبح الصحراويين الحق في الدفاع عن كرامتهم وعن أرضهم وعن سيادتهم حتى في المجال العسكري. إذا هذا معناه بأنه ما يتعرض له يعني الصحراويين يوميا بالمناطق المحتلة وما يتعرض له الصحراويين في أماكن أخرى هذا يجب أن يتركوا للتعبير عن إرادتهم وحريتهم التي يكفلها القانون. كيفاش؟ هذا معناه أنه يعني خروج الصحراويين بالمناطق المحتلة ورفعهم للإعلام الوطنية وخروج من الشوارع هذا يعتبر حق مكفول من طرف الأمم المتحدة. تماما. يعني المقاومة الاحتلال بأي شكل من الأشكال مكفولة في المواثيق الدولية. القانون الدولي يحمي المقاومة ضد الاحتلال بأي شكل من الأشكال. وهذه ربما رسالة قوية على الصحراوي جميعا يعني يعو بجسامة هذه الرسالة. إذا حتى المعتقلين السياسيين اللي هم يسمعون الآن بالسجون المغربية معتقل إكديمزيك الداود واللي معاه الداود واللي معاه كذلك الحافظ عزة وكذلك مجموعته وكذلك الصف الطلابي وكل المعتقلين الموجودين بالسجون المغربية اعتقلوا لأسباب سياسية والاعتقال غير قانوني. اعتقالهم هم في الحقيقة سبب ما يعود المعتقلين السياسيين هم أسرع حرب يطرى شنهم شعب في بلده يظهر وتجيل أجنبية وتحكي من نوار وجيش وتمشي بهم خارج بلده وتحاكمهم. يعني أمر خرق تام للقانون الدولي. إذا هل نقول لهم معتقلين سياسيين أو أسرى حرب؟ الثلتين. هم معتقلين سياسيين أسرى حرب لأنه زي طرد هو بدر كانت اضطرابها وجاتها قوة خارجية وهاجمتها ومشات بها خارج اضطرابها. تمام. لا حد مين يعني كانت في الحقيقة حلقة يعني ولو من الوقت يعني لا يكفينا للتطرق الكثير من الأشياء حتى الكثير من الأسئلة ولدي الكثير من الأسئلة من بعض يعني المستمعين الذين تفاعلوا معي في هذا البرنامج عن طريق الواتساب وكذلك الفيسبوك ولكن مع أسف الوقت يعني الوقت يعني لا يرحم كثير من الأسئلة. هناك يعني البعض يقول يعني سؤال وصلني من الأخ سالك من مدينة بوجدول يقول بأنه الصحراويين في المناطق المحتلة يعانون بشتى أشكال يعني المعاناة يعني على الأقل بالمجال الصحي البعض يسافر إلى مدن مغربية أخرى يقطع مسافات كبيرة يعني أموال غير موجودة البعض يعيش على المعاشات الكارديات يسموهم البعض الأخ يعني هناك معاناة متعددة يعني وحتى محرومين من التعليم من الصحة من أشياء بسيطة على أرضهم هي موجودة. هل
سلمية. كيفاش؟ البعض يقول لك وهذا سؤال وصلني بالمناطق المحتلة بأنه سلمية الانتفاضة يعني هي في الحقيقة مكسب وهي فعل يعني عظيم جدا بالنسبة للصحراوي، ولكن البعض يقول لك بأنه يعني أصبحوا لا يطيقون يعني الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، وبأنه يعني الانتفاضة قد يعني يجدون أنفسهم يوما ما بأنها لم تعد كافية للدفاع عن الأرض. المقررة اللي يجعله الشعب الصحراوي هو من يمتلك الحق، إذا أراد الشعب الصحراوي عن المظاهرات التمثيلية ولا المقاومة التمثيلية ذاك خيار الشعب الصحراوي، وإذا اختار الشعب الصحراوي عن المقاومة بطريقة أخرى ذاك خيار من للشعب الصحراوي. وفي الحالتين القانون الدولي يكفل الشعب الصحراوي بممارسة أي وسيلة لمقاومة الاحتلال بما فيها يعني في الحقيقة الصحراويين اليوم عليهم من يعوا بأن حقهم في تقرير المصير هو كل المصائب الموجودة بسبب المغرب، وبالتالي عدم حقهم في تقرير المصير يعتبر انتهاك صارخ لمجال حقوق الإنسان، وهذا يترتب فقط يعني للمستمع الكريم، وبأنه تحت كل ذلك تعتبر يعني كل الخطوات مشروعة لتحقيق هذا الهدف. تماما، جميع الخطوات أي شيء يعدل لمقاومة الاحتلال شرعي متاح يجوز من باب القانون الدولي. اليوم يعني في الحقيقة الصحراويين أثبتوا للعالم يعني بنزاهة وعدالة قضيتهم، خاصة بأنهم منذ أكثر من 40 سنة وهم في يعني انتفاضة سلمية من أجل حقهم في تقرير المصير، وبأن ما حدث كذلك بمخيم ديمزي كان يعني 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 مصير تاريخي ومبدأ تاريخي ومقاومة تاريخية ظهرت للعالم بأن الشعب الصحراوي شعب متحضر، شعب يعرف كيف يدافع عن حقه في تقرير المصير. هل اليوم سلمية الانتفاضة والمفاوضات والمجال السلمي وتوقف إطلاق النار واحترام حقوق الإنسان بالنسبة لمخيمات لاجئين الصحراوي من طرف الجبهة الشعبية، وكذلك يعني مبدأ يعني معاملة يعني الآخرين بشكل سلمي وحضاري، هل اليوم العالم يفهم هذه اللغة ويعرفها جيدا بالنسبة عن الصحراويين؟ في الحقيقة العالم يثمن أسلوب الشعب الصحراوي الراقية في الدفاع عن حقه في تعرير المصير، وهذه الأسلوب هي تجعل المنتظم الدولي يفهم إمكانية تفجير الأوضاع في الصحراء الغربية إذا طال العهد إذا طال الزمن، لأنه قائم المفهوم على أن الشعب يستمر بهذه الطريقة الراقية لمدة زمنية طويلة، يوم من الأيام لابد يكون هناك انفجار لأن هذا لا يطاق، وضعية صعبة تماما في الأراضي المحتلة ومحررة، وضعية صعبة وتجعل من المستحيل مقاومة استمرار الطابع السلمي في المقاومة للاحتلال. إذن الأخ حدمي في الحقيقة يعني نحن سعداء جدا بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج حدث وحديث الذي يتناول كافة القضايا المتعلقة بالمجال يعني السياسي الصحراوي، مجال حقوق الإنسان، كل المجالات حقيقة الموجودة بمخيمات لاجئين الصحراويين. ما هي كلمتك الأخيرة وحبذا أن تكون الكلمة الأخيرة موجهة لكلمة حقوقية أو موجهة على الأقل يعني في هذا المجال كنا نتحدث عنه، يعني لك الحرية في ما يعني في كلمة توجه كلمة أخيرة في هذا البرنامج. ما عندي من كلمة نوجهها خصوصا للصحراويين في المناطق المحتلة يسمعوا نوصيهم على استعمال الاسم الثلاثي، نحن شعب عربي مسلم كان أبائنا وأجدادنا يستعمل الاسم الثلاثي، نبينا عنده اسم ثلاثي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، مشايخنا عنده اسم ثلاثي، ممثلين السياسية في الحقبة الاستعمارية في برلمان فرانكو كان عند الاسم الثلاثي، حتى في سنة 1957 كان هناك لاعب في ريال مدريد من الداخل ويستعمل الاسم الثلاثي. ما اسمه هل تعرف اسم هذا اللاعب؟ عالي إبراهيم كذا ناس يسمى ذلك إذا عالي إبراهيم 57 استعمال الاسم الثلاثي وهو طابع ثقافي للصحراوي.
الصحراوي. إذن شكرا لك جزيلا الأخ حد أمين مولود سعيد المحامي والدبلوماسي من تمثيلية الجبهة بجنيف. في الحقيقة بسويسرا نحن في الحقيقة سعداء معك في سعداء بوجودك معنا في هذا البرنامج حدث وحديث. يعني استفدنا الحقيقة من يعني هذه المعلومات القيمة على الأقل في المجال الحقوقي. نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا الأخ حد أمين. شكرا جزيلا. إذن مستمعي الأفاضل إنما كنتم مستمعي الإذاعة الوطني، لا نلقاكم إن شاء الله في حدث وحديث جديد ومتجدد الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتنا جميعا وتحياتي الربيع عبد الله من محطة سواني للإذاعة الوطنية. شكرا لكم كذلك مستمعينا إنما كنتم، دائما نترك لكم دائما التواصل عن طريق الواتساب وكذلك الفيسبوك لكل من يريد أن يشارك معنا في هذه البرامج المقبلة أو يريد كذلك يعني المشاركة في أو في آراء واقتراحات حول حلقات أخرى يمكن يعني أن يعني نقدمها في الأيام القادمة. 00-213-669-75-74-75 هذا هو رقم الواتساب لكل من يريد أن يشارك معنا في الحلقات المقبلة أو يعطينا اقتراحات والآراء حول برامج يريد إعدادها. نكرر يعني رقم الواتساب 00-213-669-75-75 أو عن طريق صفحة الفيسبوك إذاعة سلوان الجوية بولاية السمر. لن نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حدث وحديث. نواكب الأحداث الوطنية أينما كانت.
1975 وهي تثور ضد الوجود الاستعماري الإسباني. الجريدة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة يشيد بمقاومة وصمود الشعب الصحراوي في وجه مناورات الاحتلال المغربي القائمة على الدسائس والابتزاز. عائلة المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة كديمزيك تدين الترحيل التعسفي الذي طال أبنائها وتعتبره خطوة انتقامية جديدة في حقهم. البرلمان الدنماركي يقرر عقد جلسة مشاورات مع وزير الخارجية نهاية سبتمبر الجاري لمناقشة تطورات القضية الوطنية. أسعد الله أوقات الجميع، بكل خير وأهلا بكم إلى تفاصيل الجريدة الإخبارية من الإذاعة الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. أكد رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي يوم أمس من ولاية أوبسرد وخلال إشرافه على تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة البكالوريا أن مقاومة وصمود الشعب الصحراوي المنقطع النظير فرض على دولة الاحتلال المغربي أن تكشف عن وجهها الحقيقي.